أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بحث رئيس عبد الفتاح أسيس الموقف النهائي لعقود تنفيذ مشروع الضبع النووي لتوليد الكهرباء. وخلال لقائه أليكسي ليخاتشوف الرئيس الجديد لشركة روساتوم الروسية، أكد السيسي حرص مصر على تنفيذ المشروع باعتباره يمثل رمزا جديدا للصداقة والتعاون بين مصر وروسيا. أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ويكون مقر اللجنة وأمانتها بديوان عام وزارة العدل. وطبقا للقرار الجمهوري، فإن للجنة 4 اختصاصات، من بين المعاونة في رسم السياسة التشريعية للحكومة وإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين. وجاء وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بضرورة تكثيف التعاون والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة، وشكا مؤسسات الدولة لمواجهة خطر الإرهاب، خاصة في ظل ما تتعرض له المنطقة العربية وعدة دول على مستوى العالم. وخلال اجتماع عقده مع مساعديه، اطلع وزير الداخلية على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض الأمن بالشارع المصري خلال إجازة عيد الأضحى. أكد وزير الخارجية سامح شكري على الصداقة القوية التي تجمع بين القاهرة وبرلين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني زيغمار جابرييل، أكد شكري تطلع مصر لزيادة الدعم الألماني في ملف مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر. من جهته أعلن جابرييل دعم ألمانيا لموقف مصر في ملف حوض النيل، مؤكدا ضرورة موافقة القاهرة على أي مشاريع تقام في دول المنبع. يواصل ائتلاف حب الوطن تنفيذ مبادرته لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث دفع الائتلاف بعدد كبير من السيارات المحملة بالسلع الأساسية واللحوم وغيرها من السلع بأسعار مخفضة. كان الائتلاف شارك في تنظيم معارض للشباب بالترجمان لتسهيل عملية التسويق والبيع والشراء وتوفير السلع بأسعار مخفضة. تتجدد الأخبار على رأس الساعة.